بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا في ابن داود. عروض جميله جدا بمناسبه رمضان على عكنات وعلى كل الاجهزه الكهربائيه. ده ب 349 جان وعلى السنة. وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بالخير يا رب، السعاده والبركه يا رب العالمين. فوانيس هنا وعروض كتيرة في ابن داود ما شاء الله، عشان رمضان بقى كده ان شاء الله تستفادوا منها. في منها في كراسة العروض، وفي مش موجود منها. المج ده من 27 نازل من 19. في هنا على قطن الشرب اللي هي الصيني دي، في منها بالألوان، في منها 15، لا قبل 15 صغير ده، بتقول ده 38، مش عارفة بالحب ولا بالطعم صراحة، عشان في الشكل الاتنين مع بعض كده. حاجات تصفيات لرمضان. هنا في بقى جاك العصير اللي هو ده 13 ريال، في ب 13 وفي ب 11 صغير. في هنا حاجات جميلة اهي 25، زي عيشة كده او زي سلة، لا مش عيشة، زي العيشة بس هي سلة حلا، سلة بسكوتات، حاجات كده 25، وانت حطيها كده على السفرة في العيد او في رمضان. في منها ب 27، بس الاضواء هنا عكس، هي لونها ذهبي كده فيها شباشب. استنى اجي من الناحية دي كده، ايه من هنا حلو. دي ب 22، دي ب 25، هي في حاجات تحفة، حاجات جميلة جدا ان شاء الله. في حاجات الدلة دي هي 99 وفي 125، هي بتاعت القهوة، القهوة والشاي. في هنا برضه صواني حلوة 10، صغير ده ب 10، وكبير ب 11، وكبير ب 18، بس حلوة نوعها تقيل وحلو. هنا ب 5 ريال، ده في منها ب 10 وفي منها نقاش كتير. في هنا برضه الترامس دي شايفين بالسهولة 59 ريال. الله، في تحت اللبن دي حلوة، اللبانة دي استنس حلو، استنس بس تقيلة يعني مش قوي، دي حلو. عرضها في منها صغير ده دي ب 25، في الكبيرة شوية 29، في ب 30. شوف البلد ده جرانيت ولا ايه، شكله ده عسل خالص. الصفاية بتاعته 1 لتر بس مش جامد، مش تقيل قوي يعني، مش عارفة مش بيتحط على النار ده ولا صراحة مش عارفة، شكله حلو كده. وفي في منه الكبير ده في 49 والصغير ب 45. فوانيس برضه هنا في المنجاوب، فوانيس رمضان جميلة جدا، صغير ده ب 15. ده ب 12، ده شكله جميل، ده ب 9 ريال. في هنا برضو عروض على الخلاطات، خلاط جي بي اس ب 89، خلاط محضر الطعام ب 299، وهنا محضر الطعام ب 279، بلاك اند عصارة فواكه ب 129 برضه. وفي كمان هنا براون هو الخلاط ده 179، دايما بينزل ب 200 ريال، حلو جدا براون ده
بس الواط بتاعه قليل شوية، 350، الواط مقلش على 500. العجينة دي ب199 كيلو، مش عجينة، ده مضرب 199. في بقى الميكروويف كلها بكام؟ الميكروويف كله ب500. العجينة دي اللي شوفها دي 69، بس صغيرة. عند ده في واحدة 7 لتر ب650. مكنسة الكهربائية دي كنود 459، مش كنود، لا تيفال، تيفال دي مقاطعة أصلا، 459. كوبايات تقيلة جدا جدا جدا، مش عارفة ده ب108، شكله حلو في العربية. ده برضه ده مش عارفة ب45 مع الكوباية، بس لذيذ وجامد جامد جدا. في ده ب99، بس مش طالع في العربية. في ده برضه 29، بس تقيل يعني، الكوباية اللي تحته تقيلة جامد. سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير يا رب، السعادة والبركة يا رب العالمين. فوانيس هنا وعروض كتيرة في المدعوم ما شاء الله، عشان رمضان بقى كده، إن شاء الله تستفادوا منها. في منها في كراسة العروض، وفي مش موجود منها. المج ده من 27 نازل ل19. في هنا على قطن الشرب اللي هي غسيل دي، في منها بالألوان، في منها 15، لا قبل 15 صغير، ده الكبير ده 38، مش عارفة بالحد ولا بالطعم صراحة، مش مكتوب شكل الاتنين مع بعض كده. حاجات تصفيات لرمضان. هنا في بقى جاك العصير اللي هو ده 13 ريال، في ب13 وفي ب11 صغير. بريك حلو جدا، الشنطة بتاعته حلوة، البلاستيك بتاعه نظيف، مكتوب عليه رقم 5 ما شاء الله. في الشفاف اللي هو ده كده، بس مش عارفة ده ايه، بس ده حلو 13 ريال. في منه صغير، منه صغير ب11 اللي هو ايه، لا ده ب15، ده 15 اللي هو برضو، بس ده شفاف. مكتوب عليه، لا ده مش مكتوب عليه رقم 5، ده ب15 مش مكتوب عليه. البلاستيك بتاعه مش مكتوب عليه، مش عارفة. أنا صراحة كان عندي كليك وأولادي يعني دغدغوه ما شاء الله، يعني الله يبارك فيهم، فأنا كسروه يعني اتكسر. أنا عايزة أجيب حاجة يعني زي البلاستيك كده نضيف، أو العصير كده. الإزاز برضو بيتش بسرعة لو في أطفال وحاجات زي كده. أنا عايزة، فده البلاستيك حلو، بس أنا شايفة إن ده أفضل، شكله حلو وكبير وبيشيل كتير. حطيتيه جنب القفل كده وحطيتي فيه العصير، حلو. في هنا بقى على اللطقم اللي هي دي، اللي هي الحلل نيو فلام ب899، ده نيو فلام اصلي 899، بس الحلة دي مش عارفة تبع ايه. وهنا في برضو عروض تاني على النيو فلام، بس 4 حلل، لكن ده بس ما شاء الله 14 قطعة، كتير. لكن ده 4 قطع بس، في منه الرصاصي وفي منه اللي هو الوردي شوية. في 379 هو 4 حلة ده. وفي ده مفيش تاني ألوان من هذا، كل ألوانات.